بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم معايا على قناه اميره وكروشيه. يا رب تكونوا كلكم بخير وصحه وسلامه باذن الله. النهارده ان شاء الله هشتغل معاكي طريقه عمل كنور من الكروشيه، شكله جميل جدا ورقيق وسهل كمان في شغله. في بنات كتير بيطلبوا طريقه عمل كنور وانا شفته عجبني فقلت اطبقه معاكي النهارده. الكنور سهل خالص، وانت طبعا تقدري تطبقيه في حاجات كتير. تعملي كنور لفوطه عرايس او تعمليه كنور لمفرش قماش هيبقى حلو جدا. عايزة تطولي بيكم عباية او عايزة تزيني بيكم بلوزة، تزيني بيه دلع عباية هيبقى شكله حلو جدا. انا هقول لك الطريقة وانت استخدميه بالطريقة اللي تحبيها. الكنور سهل جدا، عبارة عن تكرار لاربع سطور، وكل اربع سطور بيعملوا لك الوحدة الجميلة دي. سهل خالص وبسيط في شغله وما بياخدش وقت. انا هنا استخدمت خيط ليز ديفا، وزي ما انت شايفه خيط كده، الخيط ده متوسط السمك. انت يفضل كمان ان انت تستخدمي خيوط قطن او غزل او خيط الصياد، هيبقى حلو جدا. الخيوط الرفيعه بتبقى في الكنار احلى كمان. تمام، يلا بينا نبدا مع بعض ان شاء الله في شرح الكنار. وقبل ما نبدا، لو لسه ما اشتركتيش في القناه ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا نبدا على بركه الله. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة بتعملي عقدة البداية بالطريقة اللي انت متعودة عليها، وهتشتغلي أربع سلاسل، واحد اتنين تلاتة أربعة. هتدخلي جوه أول سلسلة وتقفلي بمنزلقة، يعني بتدخلي الإبرة كده وتسحبي الخيط من على اللفتين اللي على الإبرة. تمام، السطر الأول عبارة عن صدفة من تلات أعمدة، تلات سلاسل تلات أعمدة، فانت هترتفعي تلات سلاسل، ودول بنعتبرهم أول عمود، يعني بنعدهم عمود. وهتدخلي تشتغلي عمودين، العمود هنا بلفة بس، هناخد عدد لفاته على ثلاث مرات زي العمود ابو لفتين. فانت هتاخدي اول لفة لوحدها، وبعد كده هتاخدي كل لفتين مع بعض. فانت كده خدتي عدد اللفات بتاعة العمود ابو لفة على ثلاث مرات زي العمود ابو لفتين. ده هيديكي طول للعمود عن العمود ابو لفة، وهيديكي مسكان للكنار عن العمود ابو لفتين. عشان كده بنعمله العمود اللي هو بناخد عدد لفاته على ثلاث مرات. هتاخدي عدد لفته كده على ثلاث مرات، اول لفه لوحدها وبعدين كل لفتين مع بعض بالطريقه دي. الكنار كله هيمشي معاكي بنفس العمود كده. فانت هتشتغلي ثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاته، وهتدخلي تشتغلي بقيه الصدفه اللي هي الثلاث اعمده، وهتبقي واخده الخيط كده معاكي كده. اول عمود، التاني كده، تالت، ناخد عدد لفاته على ثلاث مرات. ودي كده الصدفة عندنا، ده كده السطر الأول عبارة عن صدفة من تلات أعمدة، تلات سلاسل تلات أعمدة. هتشتغلي تلات سلاسل ارتفاع سطر، وتاخدي لفة على الإبرة وهتلفي الشغل. وهنا هتشتغلي برضو صدفة جوه التلات سلاسل، الصدفة من تلات أعمدة، تلات سلاسل تلات أعمدة، كده عمود، كده عمودين، تلاتة، وتلات سلاسل، والتلات أعمدة، واحد اتنين تلاتة. ده كده السطر التاني نفس الصدفة. السطر التالت برضو هتشتغلي نفس الصدفة، فهترتفعي التلات سلاسل وهتاخدي لفة على الإبرة وبتلفي الشغل، وبتدخلي جوه التلات سلاسل تشتغلي صدفة من تلات أعمدة، تلات سلاسل تلات أعمدة، كده عمود، اتنين، تلاتة، والتلات سلاسل وتلات أعمدة في نفس المكان، واحد اتنين تلاتة. احنا كده اشتغلنا تلات سطور صدفات، واحد اتنين تلاتة. عند ما بنوصل للسطر التالت بنبتدي نشتغل الجزء اللي هو بتاع الكنور ده، الشكل الجميل ده. بنشتغله رايح جاي في نفس السطر كده فوق السلاسل. هتشوفي دلوقتي هنعملها ازاي. انت كده هتشتغلتي خلاص اخر عمود، هتشتغلي اربع سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة، وهتدخلي على تاني سطر، على سلاسل الارتفاع بتاع التاني سطر من الصدفة، وهتشتغلي عليها غرزة حشو، وهتشتغلي سلسلة، وهتلفي كده الشغل، وهنشتغل جوه الاربع سلاسل دول. فانت هتعملي في الاول منزلقة عشان تعرفي تشتغلي جوه السلاسل مستريحة. تمام، يبقى اشتغلنا جوه السلاسل منزلقة. هترتفعي تلات سلاسل باعتبارهم عمود، وهنا المفروض هنشتغل ست أعمدة، فارتفعنا تلات سلاسل
هنشتغل 5 أعمدة والعمود بنفس الطريقة برضو كده، 1 2 3 4 5، وكنا شغالين 3 سلاسل فكده بقى عندنا 6 أعمدة. هنشتغل بعدهم 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6. احنا هنا عايزين نشتغل ويبقى ده وش الشغل عندنا برضو، فهندخل على اول عمود كده تمام، وهنسحب اللفة اللي على الابرة نعديها كده من جوه، وكده احنا دخلنا اللفة جوه اخر اول عمود عندنا. هتدخلي كده وتعملي منزلقة عشان نشتغل جوه السلاسل تمام، وهنا هنشتغل 6 أعمدة، 3 سلاسل، 6 أعمدة جوه الـ6 سلاسل دول، فانت هترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود، وهتدخلي تشتغلي 5 أعمدة، وبالتلات سلاسل بيبقوا 6 كده، 2 3 4 5، يبقى كده يعتبر اشتغلنا 6 أعمدة باعتبار ان 3 سلاسل عمود. هتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، وهتدخلي في نفس المكان كده تشتغلي 6 أعمدة، 1 2 3 4 5 6، وكده اشتغلنا 6 أعمدة، 3 سلاسل، 6 أعمدة، وده كده الشكل عندك. وكل ده احنا شغالين فوق الـ4 سلاسل اللي كانوا على تاني صدف. بعد كده هتشتغلي 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6، هتاخدي لفة على الإبرة وهتلفي الشغل تمام. احنا هنا هنشتغل جوه الـ3 سلاسل دول، هنشتغل 4 أعمدة ما بين كل عمود وعمود سلسلتين، هتشتغلي أول عمود وبعده سلسلتين، تاني عمود وبعده سلسلتين، تالت عمود وسلسلتين ورابع عمود. يبقى احنا كده اشتغلنا 4 أعمدة، 1 2 3 4، بقى عندك 4 من الأعمدة وتلاتة من السلسلتين، 1 2 3. بعد كده هتشتغلي 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6، زي ما اشتغلتي هنا كده 6 سلاسل. الـ6 سلاسل دول هتثبتيهم بمنزلقة على اخر عمود عندك، هتدخلي كده وتسحبي اللفة وتعديها من على اللفة اللي على الابرة، كده انتي ثبتيها بمنزلقة. احنا هنا عايزين نواصل الجزء ده نربطه في اول السطر مطرح ما احنا اشتغل، هنشتغل عمود بـ4 لفات، هتاخدي كده 4 لفات على الابرة، وهتدخلي على اول 4 سلاسل قفلناهم كده بداية الشغل كله، وهتعملي عليها عمود بـ4 لفات، هتاخدي اول لفة لوحدها وبعد كده بتاخدي كل لفتين مع بعض، هنفضل ناخد كده كل لفتين مع بعض تمام. فكده بقى ده الشكل عندك. هتلفي بقى الشغل وهتدخلي جوه الـ6 سلاسل تشتغلي 7 غرز حشو، 1 2 3 4 5 6 7، اشتغلنا 7 غرز حشو جوه السلاسل. هتدخلي جوه اول سلسلتين عندك هتشتغلي غرزة حشو وترتفعي 3 سلاسل، وتشتغلي برضو جوه السلسلتين دول 3 أعمدة، 1 2 3، و3 سلاسل تنزلي كده تثبتيها تحت بغرزة حشو، فبقيت عاملة عندك زي ورقة الشجر كده لما بنشتغلها بالشكل ده تمام. هتكرري وهتدخلي جوه السلسلتين اللي بعدهم تعملي حشو 3 سلاسل وتشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3، و3 سلاسل تنزلي كده تعملي غرزة حشو في نفس المكان على السلسلتين، فكده بقى عندك
وقتينا اهو بقى عندك اتنين، هتدخلي على التالت، على التالت سلسلة، تالت سلسلتين، وتشتغلي نفس الطريقة. هتشتغلي ايه؟ هتشتغلي حشو ثلاث سلاسل، وهتشتغلي ثلاث أعمدة على السلسلتين، واحد اتنين تلاتة وتلات سلاسل، تنزلي ايه تثبتيهم كده بخبزات حشو. فكده ده بقى الشكل عندك. تمام، بقى ده كده الشكل عندك. هنشتغل بعد كده على الست سلاسل، هنشتغل سبع غرز حشو زي ما اشتغلنا هنا سبع غرز حشو. هتدخلي على الست سلاسل، تشتغلي حشو، اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة، وكده احنا رجعنا تاني بقينا على وش الشغل زي ما انت شايفة كده. تمام، احنا دلوقتي عايزين نشتغل واحدة تانية، يعني دي كده اول واحدة خلصت معانا. هنعمل ايه؟ هنشتغل ستة سلاسل، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، وهتاخدي لفة على الإبرة وهتدخلي جوه التلات سلاسل. احنا كده بقينا زي ما بدأنا كده، كأننا اشتغلنا سطر اتنين وده تلاتة وده الربع. هتدخلي وهتشتغلي السطر اللي هي من تلات أعمدة وتلات سلاسل وتلات أعمدة في نفس المكان، واحد اتنين تلاتة. ده كده هيبقى الشكل عندك زي ما انت شايفه كده، وهيبقى ده الكنار من فوق، وهيبقى ده الجزء اللي نازل معاكي. وانت زي ما انت شايفه كده الوحده الواحده من الكنار بتتعمل من اربع سطور من الصدف، واحد اتنين تلاته اربعه. بنشتغل في الاول تلاته، والرابعه هي اللي بنقفل بيها الجزء ده، وبنبتدي بعد كده الجزء الجديد. فانا هكرر معاكي دلوقتي جزء كمان عشان تتاكدي منها بتتعمل ازاي. اول حاجة بتشتغلي ثلاث سلاسل وتلفي الشغل وتشتغلي اول سطر في الصدف، فهتشتغلي واحد اتنين تلاتة، تلات اعمدة وتلات سلاسل وتلات اعمدة، واحد اتنين تلاتة. يبقى ده اول سطر اشتغلتيه بعد ما قفلتي الجزء ده. تمام، فهتشتغلي ثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاتة، هتاخدي لفة على الإبرة وهتلفي الشغل، وهتشتغلي تاني سطر في الصدف، هتشتغلي واحد اتنين تلاتة. أنا بقولك ليه تاني سطر عشان تبقي عارفة إن هي بتتكون من أربع سطور، لما بتوصلي للتالت بتشتغلي عليه وبترجعي تقفلي بالربع. فاحنا كده بنشتغل في تاني سطر. اشتغلتي تلات أعمدة وتلات سلاسل، هتشتغلي تلات أعمدة، يبقى كده ده تاني سطر. هتشتغلي السطر التالت، هترتفعي تلات سلاسل وتلفي الشغل وتشتغلي صدفة من تلات أعمدة، واحد اتنين تلاتة وتلات سلاسل وتلات أعمدة، واحد اتنين تلاتة. وصلت ان انت اشتغلتي واحد اتنين تلاتة، تلاتة من السطور بتاعة الصدفات. يبقى هنبدأ في عمل الوحدة بتاعة الكنار، فهتشتغلي كام اربع سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة، وهتدخلي جوه التلات سلاسل الارتفاع بتوع تاني سطر وتعملي غرزة حشو. بعد كده بتعملي سلسلة وتلفي الشغل وتعملي منزلقة على الأربع سلاسل، وهنا هنشتغل ستة أعمدة، فهترتفعي تلات سلاسل وهتشتغلي خمسة، لأن التلات أعمدة التلات سلاسل الارتفاع بنعتبرهم عمود. كده اشتغلنا عمودين، تلاتة أربعة خمسة، واحنا كنا مرتفعين ثلاث سلاسل، فكده بقى عندنا ست اعمده يعتبر. هنا هتشتغلي ايه؟ ست سلاسل، واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته، وعشان نفضل على وش الشغل بتدخلي على اول عمود عملتيه وبتسحبي
اللفة اللي على الإبرة بالطريقة دي كده، وبتدخلي تعملي منظلق عشان تبقي جوه السلاسل وتشتغلي مستريحة. تمام، ده كده الشكل عندك. هنا هتشتغلي 6 أعمدة، فهتشتغلي في الأول ارتفاع 3 سلاسل وتدخلي اشتغلي 5 أعمدة. احنا كده بنكرر، وانت خلاص عرفتيها من أول مرة، بس برضو ايه هنكررها معاكي عشان اوريكي هنا هنقفله ازاي. فانت كده اشتغلتي 2 3 4 5، وبال3 سلاسل الارتفاع بقى عندك يعتبر 6 أعمدة. هتشتغلي بعدهم 3 سلاسل، 1 2 3، وهتدخلي جوه ال6 سلاسل تشتغلي ال6 أعمدة التانية، 2 3 4 5 6. اشتغلنا 6 أعمدة. تمام، هنعمل ايه؟ هنشتغل 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6. الموضوع سهل خالص، بتاخدي لفة على الابرة وبتلفي الشغل، وجوه ال3 سلاسل هتشتغلي 4 أعمدة ما بين كل عمود وعمود سلسلتين. ده كده اول عمود وسلسلتين، تاني عمود وسلسلتين، تالت عمود وسلسلتين، ورابع عمود. يبقى اشتغلتي 4 أعمدة و3 من السلسلتين اللي هما بنشتغلوا جواهم الشكل اللي شبه ورقة الشجر ده. بعد كده هتشتغلي 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6، وهتدخلي كده على اخر عمود من الستة تعملي عليه منزلقة. تمام، احنا هنا عايزين نربط الورقتين دول ببعض، فهنربطهم بغرزة العمود. هتاخدي لفة على الابرة وهتدخلي على غرزة الحشو اللي قدامك على طول دي، اللي هي تعتبر اول غرزة حشو، وهتربطيهم ببعض بعمود. فهتشتغلي العمود بنفس الطريقة، بتاخدي عدد لفاته على ايه، على 3 مرات كده. انتي ربطتي الورقتين دول او الوحدتين دول ببعض بالشكل ده، فهترجعي تلفي الشغل وتشتغلي على نفس الوحدة بقى. تمام، سهلة اهي معاكي. هتدخلي جوه السلاسل وتشتغلي 7 غرز حشو، 1 2 3 4 5 6 7. يعني انا بكرر معاكي الجزء ده عشان اوريكي بتربطي الاتنين دول مع بعض ازاي. تمام، فانت عرفتي ان انت بتربطيهم بغرزة العمود على اول غرزة حشو عندك بالطريقة دي. هتروحي جاية بعد كده بقى مكرر، بعد ما اشتغلتي 7 غرز حشو بتدخلي على ايه، بتدخلي على السلسلتين وتعملي حشو 3 سلاسل 3 أعمدة، 1 2 3 و3 سلاسل، 1 2 3، وتنزلي تثبتيها بغرزة الحشو، فبتبين عندك ورقة شجرة صغيرة كده. تمام، او ورقة وردة. هتدخلي بعد كده وتعملي حشو و3 سلاسل، وتاخدي لفة على الإبرة وتشتغلي 3 أعمدة بتوع الورقة التانية، 1 2 3 و3 سلاسل، وغرزة حشو في نفس المكان عشان الورقة كده تبان معاكي بالطريقة دي. هتدخلي على السلسلتين اللي بعدهم وهتشتغلي آخر ورقة اللي هي رقم 3. اشتغلتي حشو وهتشتغلي 3 سلاسل وهتشتغلي 3 أعمدة. انا اشتغلت اول ورقة والتانية لقيتها سهلة معايا وبتجري معايا زي ما انت شايفة كده، يعني هي بس اعملي اول واحدة وهتلاقي نفسك حفظتيها. اشتغلتي 3 أعمدة، هتشتغلي 3 سلاسل وهتشتغلي غرزة حشو في نفس المكان. متنسيش غرزة الحشو دي عشان هي دي اللي بتديكي شكل الورق ده. تمام، يبقى احنا هنا اللي اتغير عندنا ان احنا هنا عملنا عمود والعمود ده ربط الاتنين مع بعض. فانت بعد كده لما هتكرري هتربطيهم مع بعض بنفس العمود كده. هتدخلي بقى وتشتغلي 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 4 غرز حشو، اسفة كده، 5 6 7. خلصت عندك خلاص الورقة، هنثبتها بقى. هثبتها ازاي؟ بتعملي 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6، وبتروحي جاية عاملة الصدفة. الصدفة دي هي
رابع سطر يعتبر، وهي اللي بتتكون عندك منه الوحدة بتاعة الكنوب. اشتغلتي 3 أعمدة، هتشتغلي 3 سلاسل، وهتشتغلي بعدهم 3 أعمدة كده، ده التالت. تمام، وكده احنا خلاص انت عرفتي الورقة الوحدة بتشتغليها ازاي، وعرفتي لما هتكرري ازاي. هما الـ4 سطور دول 1 2 3 4 هما اللي بيعملولك الوحدة دي. اول ما بتوصلي للتالت بتبدأي تشتغلي فيها، وبعد كده بتربطيها في اللي جنبها بغرزة العمود، وبعد كده لما بتخلصي السطر الاخير بترتفعي 6 سلاسل وبتشتغلي السطر الرابع من الصدفة، وكده بتبقى خلصت معاكي الورقة. يعني كل واحدة منهم زي ما انت شايفة كده بتعمل 4 سطور، فانت هتفضلي تكرري كده لحد ما توصلي للمقاس اللي انت عايزاه، واخر سطر عندك هيبقى هو السطر بتاع رابع صدفة عندك. تمام، هتفضلي تكرري كده فيهم لحد ما توصلي للمقاس اللي انت عايزاه. كده انا خلصت معاكي الفيديو، ان شاء الله يكون الشرح كان واضح ليكي، وباذن الله نتقابل في فيديو جديد. لحد ما نتقابل اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.